السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعنو ونكسن دقستيال كسر دواد برامجكي حقوقال برامجكي ان حقوقال قضب بك لدوان ايا اينو كسو قادن دونا وحانا كميدا قضب كي برامجكا تحانها انوغوها فرين تا دستوركا سيدوكالا وحاتو مغلي دونتان ورايسي انو لايا لاني تاببريه هوري كوحدة ارددد عيدن كبوليس كسومالي لان قودر علي محمد علي علي بابا او ان مدى حالات عافيماد دل كدبيد ديس اوغو مغنا او برامجك حقوقال غور رمي حالات ديس عافيماد iyo waliba tartanadii uu hore uga soo qayb galay gabagabada barnaamijkeena waxaad ku maqli doontaan وهجاج ما يبغضي هستو هالكودجيد يهي عضدك محمد أذن دعر إيه هبة محمد هدون هبة نورة قبل قبل برامج كأن حجوجال أيات كجبو جندونتان هاتنسى أنا سوق هذا نقضب كوجه الرئي برامج كأن حجوجال وقضب كده يستيال تحنها برامج كأن وجوها أنا كوب برينشني عشر هذا كوس أبسن قضب هذا دستور كسومالي لان فرينتا دستورها مانتنا واحد يستيال أنا كوس سوق هذا إن قضب كأفرية الضباطناد دستور كجمهورية سومالي لان وكان سكري أحمد محمد أسوأ شيء دنيا شرقا انت نوافقا دولة افريقيا كذا دوله ده سوماليلاند عشر كاننا وحين كو فلقينا قودبكا افري تدواتناد دستور كجمهوريه سوماليلاند او كهدليا سو بندقدا مشروع شرعي waa barnaamijka gala qayb galaya Khadar Maxamed Ahmed oo ah garyaqaanka barnaamijka falanqeyntiisa gala qayb galaya markii hore Khadar waxaan jecelay inaan ku soo dhaweeyo barnaamijka waan dhawaa iskariyo walaaladood maasan tahay Khadar waxaanu gudagalay falanqeynta qodobka 74aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland bal markii hore waxa aad faahfaahin ka bixisaa macnaha guud ee uu koobsanayo qodobkani runtii qodobka 74tan waxa uu runtii oo tilmaamaya oo ka hadlaya mashruuc sharci cidda horgeyni karta golaha koowaad ee xeer dejinta oo noqonaya golaha wakiilada ee dabcan tani waxay muujinaysaa imika waxaynu u gudubnay weynu ka soo baxnay mabaadin casharada hore inuu soo jirnay aqalka guurtida waxaynu u gudubnay markaa imika waxa weeyaan habka xeer urinta qaranka iyo golayaasha xeer dejinta iyo madaxweynaha marka laga hadlayo gaar ahaan xeer aqalada xeer dejinta xeerka u dejiya marka laga hadlayo waliba waa habka xeer dejintu ay marto ayuu ka hadlayaa qodobada ay ka hadlayaan runtii iyo qaabka runtii xeerku ku noqdo ma taqaanaayeen xeer la qangala ama sida mashruuc sharci ama bahindisa sharciyeed uu ku noqdo xeer ayuu ka hadlayaa sidoo kale doorka uu golaha wakiiladu ku leeyahay xeerka guurtida ay curusee ka bilaabmay saddexdii waliba diinta iyo dhaqanka iyo nabad amniga iyo sidoo kale wuxuu ka hadlayaa qaybtan ay ka hadlaysaa
حيرك سيد رسمي جا أقل كوكيلة وقبل لا ما دام أقل كوكيلة ويا أقل كيكو هذا حيرك سيد رسمي جا قبل وقبل لا ميان ما كان قرب سيد حلا حيرك جورس وجارك أولين دين تيار دكان كيلنا بتجريه دور نعيد إنه جورس وكل هذا أي كهلا يعني سو كله مدحوينه حيرك أنا أقله عورنا يعني سو راح حساب تمام هو دوره كليه أي قط بدن كهلا يعني يهب كله فافين يعد فافين صح حيرك أنا يو كهلا يعني مدد وكل دكان كلي حيرك بو كهلا يعني سو كله وح كهلا يعني هوا حنان كيهب كأوضة شغينا يعني نع حير دكينته أغلبا جورتي ذي وكيلة ذا يو سيدا مدحوينها رنتي سوكونا ورنتي حرير ولا يعلن صو رول كيسي رنتي إنه هبيو ولا حساب تمو أغلبا وذا بعد صدقنا أغلبا استحساب تاني وذا شغين بليهن أي رنتي قيبت أنا كاتو حكي حير دين تبرك على هلا يا يا هنانك ومرة يو مركا قدر كي جور ريو قدر كنوي وصو مرة جدا مشروع شرعي مركا حوي يعني يا مشروع شرعي صو مرة كلام مسوي شيرين كرا أغلب كوكيلة ذا يو كهلا أغلب كي كوبا ذا يو كهلا يا سيدا قدر فكوا حسن وحوي مسوي شيرين كرا وصدق قلهم كو وحكومته ومدحوينها مركا يلقى هاليا يد جوليس وزير هذا مركاسي اللبا تركة ترسن حبنا كترسن أما تركة ترسن حبناها أقل كوكيلة يسدوا كلا مبادنين تردوا أنا كيرين شن كن أو مبادن أو له أما بيحيي شروطه عد بينته صدق حق قلوا أي قلب كان تلمام يوسف شيرين كرا أقل كوكيلة حير إن له هندسه إتمنيس إن لا بلاه حير أو أرين إنه حير كي يعلنه عدوا قال كسور شيء ذكر تاع وصلت حق ولا يغضب كانت المامة يعني وما قلتي قريت قبل مركب وهو رئيسة سي برشودي نورف عن تو مشروع شرعي محيون قرية وشيء تديس طبعاً إرجع مشروع شرعي وإرجع السور كأنه هو استعماله مركب حير لدونه إن لا عريه درجة الكوات حير عنت مرتوي إرجع سنكون معناه كنا ودرجة الكوات حير عنت مرتو معناها مشروع شرعي هو وين هندسة شرعية دوي هدي إلى سناق قيح إنه حنكون قيح كرنا مركزي أو قيح ثاني نكون بحين كرنا وحنا كرنا وحويان وسوتشيدين لسوتشيدين أيوة شرعي قبيعة شرعي قبيعة أول دون أيوة إنه قالوه كذا هذا مركزي أو طبعا عرين شرعي و و و و و وشرعي لدون أيوة إن لعريه أمه لهندسه والله بالعبا يمك وأنا هالك ده جوه رئيس رنتي مرحلة كوبادة شرعي رنتها مشرعي هندسيدو أكبر لامته وأين لسويتشي ديو مشروع شرعي ومعنيه ده هاي سويتشي دي أنت رنت حير يا أسكالو قلها وصوب بدين كرين رنت حير لقيا شو سؤال أنا كلامي كا قات كوكلا دين دون الحير إنه كيا لنا وده رنتي رنتي إنه المستقبل كان إنه هو عارف ما لو بهي بين حير لقيا شو هديل دون الحير كي إن لقسم أيوه يا هندسي كرا حير كاسو كيني كرا يا سو تشيدين كرا قال كيو كلا سو تشيدين كرا هندسي حير دين لقى عريا أنت وأنت هاي نشجنا يا حكومة دا حبنا كمل قال كوكيلة دا يو شن كنا مبادينا أوله سفيه عد بحين تبيحية مركزي أي كيني كرا مشروع شرعينا مركزي كهبنا نشجنا وين دي شرعية دون وحويان إن عرين لقى صوص على حير أو لقى سمية لقى عريو يا قولي هور كيني كرسي قولي هو قط ضاضة أو رنتي درجوين كيسو مر حير كوميري مركزي ما قلتي een xubnaha golaha wakiilada ee ugu soo jeedinta leh tiradooda ma la cadeeyay intay noqonayso ha runtii xirosaadka lagu cadeeyo 12 xubnood weey 12 xubnood ay noqonayaan een inkastoo runtii 12 ka xubnood marka laga hadlayo tirahan een ay noqonayaan 12 xubnood oo ka tirsan aqalka wakiilada oo soo jeedin kara isla aqalkiiba ay ka soo jeedin karaan marar badan halkan ay runtii su'aalaha la gelin kara wax la oran kara 12 xubnood kale maxaa isku keenin kara oo arin laga doodi karo runtii المحاكم ما ده سنين كران مبدأ وحسكو كينا يا مشري أنا كده حيا سأي يسوي شيء ذي يعني رنتي إن حير لعريو وضاد رنتي لقى كيني كرا لكن حيركو تروش يعني كيف تفهم حملات أو حلبانا أي رنتي يسوي شيء ذي أو تصالحان حلبان هدي حال حلبان هدي رأي وكرر شو وأركت أركت هاي حير لقسم أيوة ده وحد ذي ديان كرا كيف تفهم حلبان أو كرا والله أركتيو لقوي كرا أما مشروع عن شرعي كل سور شيء كرا قليه marka koob tan ka xumnada ayaa dabcan ahay dhawtoole u soo jeedin doona aqalkii waan gartay mararka qaar ma iman kartaa ama ma dhici kartaa in golaha guurtidu uu soo jeedin yeesho mashruuc sharci qodobada aad muhiim u halka lagu sheegay qodobkan maadaama lagu sheegina macnaheedu maaha ma soo jeedin karaan waxaaba lagu sheegay qodobka loo dasuuriya mubaadin qodobka kowrida faqradda lixaad baan soo marayba marayno ka hadlay awoodaha aqalka guurtidu waxaan soo tilmaanay aqalka guurtidu faqradda marka ay eegto ugu dambeysay lixaad qodobka inuu awood leeyahay inuu aqalka wakiilada darajada ee koowaad ee xirjinta uu soo jeedin karo mashruuc مشروع عصام مشروع شرعي سو كلام مركز لوحة لوحة حسي قطب كا سجالية صدّن إحيرك حراسات كا أقل كوكيلة لوحة حسي عدة أسوي شيء ذين كرتها أقل كوكيلة رنتي مركز لجاه الله يو مشروع شرعي مهندس شرعيات إن النقاط الصحيح حكومة جورت ذا القدر يبقى
يحمله يكون يتحمل هذا القوى كلها يشان تكون مبادنين تدو كلا يجا قدوه ده ما كلا جهلا يو أقل كجورت قدوه ده هندسي شرعية دي كيني كلا وكل يتحمل هذا يجانا تدو تلما ما يقلب كسر على تنات إحراسات كود كل يتبقى حمل مركز أقل كضوه ده ده أقل قوان صحيو حلو تلوه سو تشين دوران مركز سو ساس سو تشين دوران سد عادي أنا حيرك لحد الدين تيرق إن كي كل يتبقى حمل هذا يجانا كيري كلو سو تشين كلامك هندسي شرعية لا جهلا يأقل كجورت وانقطع لنا عكلا مركز إنه إجنا قصلا قطب كم واحد كوعد إن مواطنين تريدوا أنا كيرين شنكون أيجنا سو تشين تليه هن مشروع هندسها مشروع شرعي أما مشروع شرعي أي سو تشين تليهن كواسي أوله حق عد بحنتها مركز حق عد بحنتها محله وجهي ده ينقلزا شرعيها رنتي قصلا دو مهمو مواطنين ترى لما أورن مواطنين ت سو تشين تريدوا ده الشقة وشنكون سوالي بروح الرعي سيف الرعي حلوين وغلان مواطنين حق ولا إني عد بحيانة دورشين كي حق عد بحنتها يشان حق عد بحنتها وشروطه وكهلا حركة دورشين كي غرنا كان ولا يها جارهان مركل جهلا يوت صارهم حنسوق عدن كراو حركة مدوحين هي قلاش الدجان كا لو بدو يكون يكودي حير لمر لباتن قدو كيس شنات بقى كهلا صدق شردبو شديع أو أحكو وينو يها مبادر هي سومالي لنا لبا وينو يها يسدو كلا مبادن داديس أنا كيرين لحيت مكشر وينو كوية صدح وأنا أنا حبسي كشرين وأنا حبسي أنا كشرين رنتي تو أفراد ما نقدر أنا إنك وحين نكسر قاعدة أنا مفهومك حيرك رنتي دوان قلنتها أصبح ياشا أو سواب توا حير نمبر بركة لقى هذا اليوم 37 لبكون يتضبع ده واحد شرط ده إنه ستو كارك عد بحنت صدق هذا شرط ده مركل جيم هذا ده كارك عد بحنت وين ستو دور شوين كم مبادن وهذا كاركو هذي أنا كارك عد بحنت سيدن ده عدين كريميس يدنا شرط أفراد بيو نقصنا مركا حيرك دور شوين ك دوان قلنتها عد بحياشا إنه كيف هذه السنة تعرف أفر تاشر دي مركا أو إنه ده هان الحتة من كوي هاي مبادر هيسو مال لو يهاي مبادر نبدأ يصير لقون لقون يعدنا لقون أصلا قاعد بكافر هذا حير كانوا عشرات إيه هرك صامر نيا مركب دلوقتي إنه شغلني هنتي مركب لقاه الله يو صدق كلامنا وينو يهاي مركاسي قف حرقة أو عن حبسي كتير المركز وان قرتي إن مركب إنه كهله إنه حكومة دو كلا قاب كي أي عمر يساني صوبن دكتور مشروع شرعي هنتي مركب لقاه الله يو قلب كافر تنادي حراسات كهلا أقل كوكيل الله يا وحقيت الماما إنك صانو سيد ما يسترون التلمامين وحلي هاي ده قلب كاسي رنتي قلب كسر استونا نوا كهاد لا يقلب كان سمت فربوي هكهاد لا يعني تصور كبا ده إنه حكومة دو أي كم تهاي كوت وشيدين كرا هنس شرعيات أما مشروع شرعيات سلا عريا أرين شرع الله قعريا أقل كا رنتي إيه مركز كهاد لا يو وكيل هذا هرتيسه وأقل كي كوا هذا شروع كبل أمينا مركز يسوي شيد إنت هني يسوي شيد أرتمر كوارع حير كان حكومة يسوي شيد نسوي حكسوا بالعامة وسهرت وحصاد يارس حير كوسهرت ده مركز إيش غدا تهاي صار عن haddii la doonayo in xeer ku saabsan biyo kale wasaaradda biyaha soo bilaabasa wasaaraddaas markaa waxay soo marinaysaa golaha xukuumadda ama wasiirada oo soo ansixin doona markaa soo ansixiyana wuxuu imanayaa maxay aqalkii wakiilada ayuu markaa imanayaa ayaa la horkeenaya oo deewu xukuumadina de wasiiradii madaxweynaha ka koobantay iyagoo soo saxay soo ansixii ayay horkeeni doonaan inta ka dibna shaqadoodii qabsan doona aqalku markaa shaqadooda ay qabsan doonaan oo waxa noqon doonta markaasii in gudidi gudiyada u xilka saarna markaasii ee shaqada gudiyo aqalku gudiyo ayu ka kooban yahay hadii markaa arintan ay wax la xireeyda leegaya arimaha bulshada la xireeyda ma arimaha siyaasiga ma arimaha amni ayaa leegaya markaa gudidaas runtii ayaa inta badan iyadu runtii markaa shaqadeedii qabsan doonta sidoo kale qodobkan afartanaad xirsaadka wuxuu ka hadlayaa aqalka wakiilada xirsaadkiisu xeerarka marka laga hadlayo madaxweynuhu u keenayo garan xeer degdega qoraal buu keenay iyagoo saabaysan madaxweynuhu awood buu leeyahay mabaadin inuu xeer degdega uu soo jeediyo in dalka lagu soo rogo marka duruf ay timaado sida qorada faafo kale iyo amni darro iyo mataqaanaaye dalku culad ku jiraa makhalkal amni gudaha ama dibadda baa noqday soo jeedin buu ku leeyahay marka waxay tilmaamayaan inuu keen doono qoraal saabaysan ayuu keen doona dabcan sawalad shan iyo dad xukuumadiisa sawalad shan iyo aqalka wasiiradiisa iyaga markaa soo ansixinay iyagu soo approve kaleenay markaa aqalka horkeenayaan iyagoo qoraal saabaysan ku keenay doonaa sidoo tilmaamaya qodobka faqradiisa suruntii sidoo kale marka laga hadlayo qodobka afartaad wuxuu ka hadlayaa iyo dastuurka wax xeerarka la xiriira maaliyadda iyo kuwa kale ee muhiimka tahay ee xukuumadu ay danaynaysaa sida xeerka nabadgelyada kale xeer ku saabsan ama arin ku saabsan arinta nabadgelyada kale xeer laga soo saaro kale aqalku u dadaji doona degdeg ayuu isku dhaafinayaa sababtoo ah xukuumadu maadaama oo ay runtii tahay mishiinkii ugu weynaa ee qaranka marka laga hadlayo marar badanna waxa naga xiraan karnaa dano iyana naga xiraan kara xeerarka
iyo in baarlamaanku runtii uu xeer soo saaro dhaqaale inaga xiraan karno iyo mashruuc inaga xiraan karno oo ay dunidu ina siinayso marka inta badan xeer baa lagu xiraa in marka qaar kooda lagu xiraa marka mashruuc iyo lacag lagu siideenayo een maaliyado kalena muhiim baa u tahay dawladdu haddii maaliyadi hadii la geliyo waqti dheer aqalku ka doodo kalfadhiis caadiga ah ay gasho waxaa noqonaysa in shaqadii qaranku ba istaagtay shaqadan ku dhaco dawladdi ay noqonaysa marka maaliyada degdeg ba isku dhaafayaan iyo xeerarka kale ee xukuumadu ay daneeyeen sabab taas waxa tilmaamaya markaasi habkan runtu way soo gudbinaysa marka horeba wasaarad ba ku soo bilaamaya golaha wasiirada soo ansixinaya saas ku imanaya marka aqalkii wakiilada iguna shaqadoodii qabsan doonaan markaasi waan gartay een muwaadiniinta kale waxa uu qodobkan oranayaa waxa ay soo jeedinayaan mashruuc sharci iyagoo tiradoodu ay ka badan tahay ama waana ka yareen 5000 oo muwaadin marka laga reebo maaliyadda sida fahamkayga aanu taamay maxaa maaliyadda marka looga reebo muwaadinta soo jeedinaya waa su'aal muhiim ah een maaliyadda iyagu laga reebina aqalka guursada waa laga reebay aha uma marto aqalka guursada 10 kor inay kaga soo barano anigana iyagu waa dhaqameed oo iyo oday diimeed oo arintan aqoon bay u baahan tahay ee qaranka oo golahan wakiiladu marka laga hadlayo iyagu waa aqal siyaasadeed weey ee inta badan aqoon baa lagu soo xulaa waanaga soo tilmaanay in marka aad arintan maaliyadda iyo lacagta sadgoynteedu yeeyeen in runtii budgetkii la dejiyo iyo hay'adul baynta loo qoondeeyay dakhliga dadka soo galeeyay iyo in la odorsa aqoon bay u baahan tahay marka iyaga maadaama iyagu ay yihiin oday dhaqameed aqoon bay ugu waxaan u maleh mana fahmi karaan marka si guud loo eego iyo loo diqaar aqoon leey ku jiri karaan saawgeed baa golahan loo mariyay muwaadiniinta maxaa looga reebay waa su'aal aad muhiim ah muwaadinku waxa uu ogaatay in aad xaq u lahayn inaad soo jeediso hinda sharciyeed la xiriira maaliyadda sida cashuuraha kale iyo miisaaniyadda iyo kale iyo runtii in xeer la xiriira xaq u maleh muwaadinku maxaa looga reebay maaliyadda marka laga hadlayo waxay marba jaangooyaa waxa weeyaan waa siyaasadda dawladda dawladda siyaasadeeda iyo ajadaya iyo barnaamijyadeedii siyaasadeed ayaa jaangooynaya waxaana u baahan tahay marar badan oo ay ku xiran tahay runtii go'aanada siyaasiga ay marka dawladdu ay leedahay ku xiran tahay sida awgeed muwaadinka awood looma siin haddii awood loo siin lahaana de waxba dhici lahayd in muwaadinku cashuuraha laga qaado kale ay meeshaba ka bixi lahayd ayaa dhici karta oo sababtoo ah haddii la siiyo muwaadinkii waxa laga yaabaa in awhadhu toola ay dawladdii caqabad ku noqoto shaqadeeda siyaasadeedii qaranka u dejisay inay fuliso marka arinta maaliyadda muwaadiniinta awood looma siin sababtoo ah marar badan maaliyadda waxa jaangooya siyaasadda dawladda saa awgeed muwaadiniintuna iyaguna de waxa weeyaan aqoon uma leh mana fahmi karaan marka laga hadlayo inay jaangooyaan oo weliba kala priority siiyaan dawladdii bay ku xulantay waxyaaba kala priority siinayso dawladdu maxay ugu qoondaysay su'aalahan amnigoo kale lacag intaa leeg maxay ugu qoondaysay waxbarashanta dawladdu inta badan siyaasadda leeyahay ku shaqeeyaan oo arrimaha ay ku kala door bidaan bulshada marka siyaasadii dawladda ayaa jaangooynaysa maaliyadda markaasi marka laga hadlayo iyo wixii dhaqaalaha iyo cashuur laakiin muwaadinka marka laga hadlayo dee aqaladan shacabka ayaa u matalaya awoodda iyaga la siiyay marka aqalka wakiilada kale waa aqal si toos shacabka u bedelay aqalka shacabka waa loo yaqaan sida suurku tilmaamayo oo waa public house marka isagii baa u matalaya awooddii isagay u eegmadeen isagay u wakiisheen marka isagii baa u qabanaya oo miisaamaya cashuurihii iyo miisaaniyaddii lacagtii in isku miisaamo oo waxyaabaha asaasiga ah ee mujtamaca la geliyo lacag badan dee baarlamaankii aqalka wakiilada u dhaliyaa muwaadiniinta ugu matalaya ayaa shaqada u qabanaya haddii loo ogolaan lahaa muwaadiniintu caqabadda shaqada dawladda ku noqon lahayd sababtoo ah dhaqaalaha iyaga laga qaadaa sidaa awgeed dhaqaalihii waxa ku xidhaya waxaan jeedaa maaliyaddiina waxay ku xidhan tahay markaasi siyaasadda dawladda ku xidhan tahay oo dawladda ayaa kolba jaangooynaysa marka muwaadinku haddii loo dhiib lahaa jaangooyn lahaa dee runtii hawlo badan oo caqabada ayaa iman lahaa meeshaas maxay tahay fariinta aynu ka baran karno qodobkan haddaan soo urno qodobkan waxaanu ka barananaa oo muwaadiniin aad ka fahmaysaa marka xeerarka la curinayo aqalka darajada aqalka koowaad ee xeer curinta ee wakiilada ee xeerar ka bilaabmaan xeerarka marka intaana bilaabin de waa inay ciidda keentay hindisihii waxay hindisaha u soo jeedin karo keeni kara arrimo in sharci laga sameeyo ama sharci laga curiyo halkan waxaanu ku barannay inay ugu horeyso xukuumaddu oo aad madaxweynaha iyo golihiisii wasiirada sidoo kale xubno ka mid a aqalka wakiilada 11 xubnooda iyo muwaadiniinta oo muwaadinku xaq buu leeyahay inuu keeno hindisa sharciyeed runtii qaabka u keenaya habka u keenayaana dhammaad social mediahaba fududeeyo in liis la sameeyo wada saxiixaan ayaa muhiim aqalka ay usoo gudbiyaan sida oo kale marka laga hadlayana guurtuduna xaq bay leedahay inay keentay iyada qudhowda lakin way ku jirtaa guurtu inkastoo dastuurku sheegay lakin xeerosaadkaa sheegay dastuurkuna qodobka runtii 16 baa sheegay waxaynu baranaynaa marka waa inaha weeyaan in hindisaha sharci cidda keeni karta ayaynu ka baranaynaa muwaadinkuna uu ka fahmaya Somaliland Isku tubni dhaman Da, da Du'ais
gesta kale iyo barnaamijkeena xogogaal haatanna aynu soo qaadanay waxa wareysi aanu la yeelanay Cali Maxamed Cali oo loo garan og yahay Cali Baba oo hore uga tirsanaa kooxda orodada ee ciidanka booliska Soomaaliland isla markaana ahaa tababarihii kooxdaasi waxa in muddo ah uu dalka dibadiisa ugu maqnaa xaalada caafimaad waxana uu barnaamijka xogogaal uga waramay guud ahaanba xaaladiisa caafimaad iyo waliba tartanadii dhinaca orodka ee uu hore uga soo qayb galay waxana ugu horeyna weydiiyay Cali Maxamed Cali in uu iga waramo guud ahaan xaaladiisa caafimaad. Xabiiba oo markii hore aad iyo aad baad walaal u mahadsan tahay. Waan kaaga mahadcelinayaa waqtiyo fara badan aan urdi jiray oo aan coach ahaa muddo 7 sano ah. Marna aan ahaa orodyahan. Xabiiba oo aad iyo aad baad ninku waxaa qura ay dhigelin jiray xagga orodka markaan aan urdi ama aan coach ka ahaa. Tay markaa ku yimaada Radio Hargeysa way aad iyo aad baad dhigelin jirtay. Horta Xabiib Cabdullaahi aad baan kaaga mahadcelinayaa waxa wariyay aad u dheer baad tahay wali markaa ugu horeeya mar walba xogaal markaan dhageysanayo mar walba waan dhageystaa waan ku farxayaa Ilaahay wax kaaga baraya inaad Radio Hargeysa sidaad ugu shaqeynayso iyo shacabkaaga sida wanaagsan dhawaaqa dheer u gaarsiinayso Ilaahay subxaana wa ta'aala adigana khair Ilaahay kaaga dhigo adigana ay noqoto ninte magaranaysa aad dhawaaqaaga loo dhageysto sida BBC sidoo kale xaqiiqe caafimaad baan walaal ku maqnaa wadanka dabadiisa ku maqnaa aad sababa ku maqnaa marka xaalad caafimaad baan u maqnaa oo jugiga soo gaadhay muddo 20 ka sano orodkiya ay 20 ka sano orodki jugiga soo gaadhay marka caafimaadkan ku maqnaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kisa ku warta markii hore Ilaahay baa ii fadiidiyay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hawshan ay dib yareeyay marka xabiib waxan aalkan aad iyo aad mar walba laabti iyo qalbigaba ku haya taliyahayga guud ee ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Aadan Saqadhi tabagale ayaa xabiib oo ii fudeydiyay caafimaadka inaan dabada u baxo oo aan wanaagsanaado oo caligayga hore soo noqdo marka taliyaha guud baan maanta u mahadcelinayaa ilaa dablaha ilaa aliflaha ilaa askariga ugu hooseeya ayuu naga warayaa taliyuhu Ilaahay cimriga iyo caafimaadka ba hoydaayo xay waa taliyaha qura ee la og ciidanka booliska daanu nahay daryeel nabanteeda inta bixin naga dhiman howlaha iyaga 24 saacba uu naga warayaa marka xabiibow taliyeyga horta ugu mahadcelinayaa waxaan marka horena leeyahay taliyeyga amar dhar iyo caafimaad iyo ubadka iyo caruurta Ilaahay ha u barakeeyo inta mana ka imaado waxa asaguna ka mid ahaa Saad Cali Shire oo isaguna wasaaradda wasiirka maaliyadda ah oo isaguna ka qayb qaatay xaaladeeda caafimaad oo isaguna ii fudeydiyay waxa kalaan ka salaamayaa asagana kulli taliyahayga inaan ilaawo maaha taliyaha ciyaaraha xagga ciyaaraha booliska Saciid Ismaaciil Cali Gaashaanla Sare Cabdiraxmaan Umar Awga Saddex Digle dhammaan kooxdeedii goodir ee ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan ciidanka booliska oo ku abtirsado xabiibow dhammaantood waa salaamayaa intii asxaabtayda ee Cali Baba taqaana inta magacayga iyo muuqayga taqaana aad baan u salaamayaa waxa la leeyahay xabiibow de waa soo koobaya waxa weeye tay waqtiyo fara badan ayaan hawshan ku soo jiray oo muddo waxana 13 sano ana sidii ordayay 7 sanana waxaan leeyahay 13 sanana ordayay 7 sanana coach bana 7 sanana xabiibow booliska 10 koob aanu keenay ma sha Allah waqti fiican baan soo qaatay dhamaan asxaabtaydii inta magacayga iyo muuqayga taqaan wuxuu Cali Baba wajigiisa yaqaan iyo wixii i taageeri jiriba dhamaantood ba xabiibow waan salaamayaa dawladdeeda Soomaaliland oo jecelahay waxaan leeyahay jiro joog madaxweynayaga jamhuuriyadda Soomaaliland lan musabbih abdi xildiid madaxweyne kuxigeenka abdiraxmaan sayliici labada gole qaran dhamaantood dawladdeeda Soomaaliland aad iyo aad baan u salaamayaa waan jecelahay waa loo soo dhintay waa loo soo dhaawacmay waxaan leeyahay qarankani uu socday maasha Allah labada xisbina waxaan leenahay labada walaalaha noo soo dhawaada aad iyo aad baan xabiib u salaamayaa wallahi de waan faraxsanahay adigana aad iyo aad baan walaal ku salaamayaa muwaadin dalkiisa iyo dadkiisa ba jecel oo muddo badan ku soo tabcay sidii uu waqti u gelin lahaa kooxda ciyaartayda ee ciidanka ayaa tahay bal hadda waqti maad bilowday hawshan maxaan ku dhahdaa oradada xabiib horta anigu indisii ku soo dhacay 89kii waxaan maqli jiray niman ila jaabax karaaciin iyo Cabdi Bilaa Cabdi labadan nimaan markii hore saxabiib ka qaatay inaan dhagahayga dhawaaqa ay maqleen markaas anigoo dugsiga tababarka darweyna ka tirsan baan ogaaday inaan bilaabno ordo marka munaasabadaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maalinta February bisha 2 ayaan markii hore ordi jiray markii dambana halkaas uu ka soo aasaasmay markii dambana waxaan ka qayb galay ciyaaraha gobolada oo aan la jaan qaaday ciyaaraha gobolada 3 jeer baan qaaday 2004
لبكون يصدحدي يا لبكون يا لبدي صدح ذا شرب نوردي هانو صفتي صدح ذا مرد شح بنوردي صدح ذا قول بنسوهي مركي دمبانا عدو كوتش بان كدن بيهي كوتش كو حالي ديبي عبد الله فضل إيمان إلهي نحاريس چانو يا قبر قبالها ونوري ايا اي دورتي كوتش كا ما تتوسن لبية طبانكي تتوسن لبية طبانكي إلا سقالية طبانكي حبيبه وانيقا كوبك وهيستي أنا نك أمريكا شذا كحال راه ريالك أنا أمريكا كايست إلى أي شو بتالك تيجي سو قاعدي حبيبي وعيدك بوليس كصف كهارة أنا يا كوشرنا إلى كويهر على أمريكا لوردي إلى دبده أمريكا لقي يمي مارادونا ده لقمن شري عيدك بوليس كهوري إلى أنا جو أنا ماشي حنوس صدي كحدي مرنا بعدين هذا الكلام دقين لكن ما كان كوشة جو والله صدق أرديها ما صار صح حبيبي أمريكا أن كحدي كوشة جو أنت أن صدق أرديها صار صار هذا حبيبي ده لقطة حنونسا أو لقطة يقلع صن توي يراتو دوبناتي وحن وقتها كل مية دلني يردين السومال لسدي كرو قادلين هذا حبيبي واحد شو كان قادر عمان ستجي مرات كعربتا تشبوتي تليانيكا لما تود النهر جيسي شو كان حبيبي صدق أرديهم أيام كجته كحدي أركي الحنون كي الحنون صدي لكن وحن كقرا دلني يرد حوجو صار صار صدق نريهانو أنت نشر كمان تكعيب قال على مدى ستة ودمك هلا أي لما تود وديهين مركا والله أذي أذبان وفرح سنة لما تود نو هذا السلام يا جديد بتبوي شو كان كحدي الجودر يا تيم كتشوك تبع معالي شماله سقونا كوحد الجودر هيستنا سقنا آدي أذبان السلام يا يا دمان كوحد كبدا عقتها كوحد الجودر كبدا عقتها قول بيجي نور تانية إن قدام بنتي إن وحي الله تعلينا يا مرتي كورهين تكوحدا إن هل كان مكسي وضع شما دام وضع مكحوشي إن أتو محن كرا أت كفاري ستي إن حبي وضع محسن تهاي إمك حبي وحب قرا إن مسكحيا يو ريبا عن سينكرا إن كوحد يدي الله تعلي معالي كتشوكا oo halka daldalal ku jira oo sheego aan kooxda hore soo kiciyo oo la soo toosiyo intaas ma iga furani ma ka laakiin xabiibow de markaan ka dhaqaajin jiray biibsiga de waxa ka soo celin jiray mise la xarf ana si ka hayn jiray ana soo celin jiray de marka kooxdan waxa ku dhisantay inta soo guula 20 ka sano ku gaaray xabiibow waxaad ana raaci jiray oo gan jiray xarf ila ay fuluuca ila ay qandahar bal xabiibow ku soo celin jiray marka da xabiibow ana hawsha ana marka ana hawsha ana baa riyaan marka aha laakiin xabiibow maadan la maanta ay jirkaygi wax qayb ahaan de wax noqotay imka la talin uun baan sameeyay macallinka jooga xariir ina la taliyo la soo kiciyo kooxdi la toosiyo oo la soo habeeyeen halka la soo gaarsiyo aad iyo aadna wana salaamiya dhamaantood inta magacayga muqitaana xabiibow aduuna aad baad u mahadsantahay kaasina dhigaystayaal waxa uu ahaa tababarihii kooxda oradada ee ciidanka booliska Soomaaliland علي محمد علي او ايغا ورميه غودهان بحالديسا عافيمات Sodani, I look for Shahana, Dalia Golka Dalia, Dalia Golka Dalia, Dalia Golka Dalia. Wait, it got a Sodani, I look for Shahana, Dalia Golka Dalia, Dalia Golka Dalia, Dalia Golka Dalia. barnaamijka xogogaalna intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulanti dambe barnaamijkan dhigiis ah inta aynu mar kale ku kulmayno waa farsamadii nimcabaashe iyo aniga maxamed xabiib oo dhamaantii dhigaystayaal ku dhaafayna heesta gabagabada barnaamijka xogogaal ma i baaqday waa heesta uu halku dhageed yahay codadka hiba maxamed udoon hiba nuura iyo maxamed aadan dacar iyo sidaas iyo nabadgelyo صاحب خلق حلقة دري هاي غويسو أنا فرشا غادي بيتانا رجا كوني مو بلاو ما دافيني وحتى يبقيني بيركي ودنا نعابو غفاقاي وحتى يبغيني سيركي ودنا نعابو غفاقاي نقطة هاي بديا وبي
وحتى يضرب فيه سيركي ودنا نعبد الله.
I'm a father, I'm a father, I'm a father.